بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. أزول في الأول أزولي الجزائريين الجزائريين اللي عايشين في تمورتا كود الغربة. بونجور سالي تو لي زاجيريان يا الجيريان كي فيفون الجيري يا لتونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. الزول والأمة الجزائرية لا تزول. الزول والشعب الجزائري واقف صامد موحد ولا يزول. تحيا الجزائر بشعبها وليس بظلمها، تحيا الجزائر بأمتها وليس بظلامها. 1 2 3 اوفا لالجيري. مدنية ليس عسكرية، مدنية ماشي عسكرية، وتسقط المافيا العسكرية. اولا خوتي، ربي يطلق سراح جميع الاحرار، وربي ان شاء الله كل يوم خوتنا في الغربه اللي ممنوعين باش يدخلوا لبلادهم يوليو كل يوم، ربي ان شاء الله كل يوم، وربي يطلق جميع سجناء الراي في الجزائر، لان حقيقه هاد المافيا هذه اللي حاكمه البلاد. ما نقولوش مافيا خاوتي، باسكو حنا هذا الشعار المافيا كما قلنا لكم عندها شحال، قلنا لكم ان المافيا الحقيقيه تخدم بلادها، تخدم بلادها الطليان. هم كيما يقولوا يديو للخارج، ينفيستيو في الخارج، لكن هادوك الدراهم تاعهم يوليو للبلاد الطليان. حتى المافيا خدمت الطليان، الكابون اللي كان بعثته ماريكان، الكابون ولا واسمو هذاك لوكي لوتشانو ولا ما على باليش، بعثوه على جال دوزيام كير مونديال لا سيسيل باش يعاون الاخر وكذا. وحقيقه هذه يعني عاونت، احنا هاد الاشخاص ما يعاونوش الجزائر، هاد لي فوايو هادو ما عاونوش الجزائر، حاجه ما داروها. لا برنامج سياسي، لا برنامج اقتصادي. لا كي نقولوا حنا برنامج سياسي، معناتها في البرنامج السياسي هذاك ايفيكتيمون كاين اقتصاد، لانه مشروع مجتمع. سوا خرجونا المعارضه، المعارضه للسانهم باش نقول لكم الحقيقه هذه، سي كوم لو كروكوديل. لو كروكوديل سا غول، سا غول كبيره مي رجليه صغار. واش معناتها هادي؟ المعارض الحقيقي اولا ممنوع يدخل لبلادو، ثانيا كان معتقل. هذا هو المعارض، لان هادوك اللي حاكمين البلاد هذيك يخافوا منه، لان عنده شعبيه في الجزائر. امثال راكم تشوفوهم كاع كما قلنا لكم، ليس اي سياسي، لان هنا كاين معارض، معارض يعارض هذا النظريات تاع الاختلاسات والاخر، لكن ليس سياسي. لازم نفرقوا، لان السياسي قلنا لكم خاوتي اللي يجيب لك ان بروغرام بوليتيك، اللي يجيب لك اللي عنده اون فيزيون كيف الجزائر تخرج من ازمه، سواء اقتصاديه اجتماعي الى اخره. لازم هنا نفرقوا. بعض خاوتنا تنمو حنايا في الجزائر خاوتي، هذه لازم نهضروا، نتحاسدوا بيناتنا. ما فهمتش على كي واحد غلبك في النظره، ما نحسدوش انا اخي، نقول له عندك الحق ما فيهاش مشكل، لكن حنا سي لاروغونس، زعما انا قاري في لا سوربون، واحد يقول لك انا قاري يا محمد. ماشي هي سي كيما يقولوا في المواقف يبان الرجال، لان الجزائر الان يتسحقنا. الجزائر شكون هو؟ الجزائر ليس المافيا العسكرية، إنما الجزائر هو الشعب الجزائري، هو الشعب الجزائري خوتي. هذا الفرق. ليس ندير سيلفي باش نولي مشهور ولا لا ماشي هكذا، لأن كاين أشخاص دخلوا بالسيلفي يقول لك أنا معارض، يولي يهضر في هذيك القناة تاعهم، يعني كاع كيف كيف، ما يجيش واحد يتفلسف علينا كاع كيف كيف. لي ميديا تاعهم كاع كومبلي، سواء في الداخل في الخارج كومبلي. تقول له واحد يقول له قناة الشعب وما جا، واش من قناة الشعب؟ واش من قناة الشعب راكم تحكيو عليها؟ كي لو كانال دو بوبل، وراه لو كانال دو بوبل سي لي ريزو سوسيو،
هما لي ريزو سوسيو، ما كاش حاجه واحده اخرى. حتى احد زعما شوفوا يا خاوتي يقولوا هما دوله يخافوا من لي ريزو سوسيو. شي كراف هادي، شي كراف. علاش؟ علاش؟ باسكو صح، واش كيهم يهضروا، سرقوا، نهبوا، قتلوا، هجروا، هذه حقيقه. سي بوسا ما يخافوا من الحقيقه. على هما مشايدين، شايدين خايفين من محاسبه، ان انسان معارض جزائري جو بريسيز اللي عنده ان بروغرام بوليتيك يقول لك ما يتحاسبوش، هذاك عرف باللي ما عنده لا مشروع لا 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 لا, لا لوخر لا لوخر، عنده حاجه شخصيه حب يشد الحكم فومبر. لان قلنا لكم الوضع الاجتماعي في الجزائر، كي نقولوا الوضع الاجتماعي، شكون هاد دار هذا الوضع الاجتماعي؟ يعني السرقه، النهب، الفقر الى اخره، المؤسسات، واش من مؤسسات يقول لك مؤسسات، ما حاجه ما يتمشي. شكون لحق لهذا الشيء؟ شكون؟ اللي كانوا في 62 يقول لك الاداره خرجت علامه، خرجت دي كورومبي، دي كورومبي. تفون مين خرج؟ سلان مين خرج؟ ويحيى مين خرج؟ هادو كاع اللي يقول كذا خرجت دي كورومبي. 75% دو لادمينستراسيون في 62 هذيك جامعه الاداره ولا ما على بالي خرجت دي كورومبي. ما تجيش تفلسف تحكي لنا والاخر، باسكو سي افيك لو طون كون جوج، سي افيك لو طون خرجت دي كورومبي. هادوك اللي كانوا دي كابورال شيف 62 ولاو دي جينيرو. هاي الجزائر كيف مشات؟ مشات باسم القوميه والاخر، ولا نهضروا هكذا يتسمى حنا شي با جو ناسيون، ماناش امه هادي هي. لكن حنا نهضروا كجزائريين احرار، احرار. مانيش نهضروا فيك دي سنتيمون العاطفه ولا الجهه ولا، هذه حقيقه، هذه حقيقه. شباب جزائري 30 سنه في عمرو هم في الحباس، 233 ولا 223 في الحباس، شكون هو يدافع عليهم؟ علاه دخلوا الحبس؟ اسكو دخلوا من اجل سرقه؟ اسكو دخلوا من اجل ما على باليش انا نهبوا نهبور؟ دخلوا من اجل كلمه، جزائر تدي الاستقلال. وثانيا دخلوا من اجل كلمه اللي تجينيهم مدنيه ماشي عسكريه، تسقط المافيا العسكريه. سي بور سا في الحباس. اذا يا اخي يا خاوتي ما تجيوش تفلسفوا في اليوتيوب، باسكو كثروا اراء، كثروا بزاف، يزون ديباسي طرو مليح. كيما يقولوا لا ديفيرجونس سي سور مليح، لكن ماشي للدرجه ما نقبلش الاخر، جي في با لاكسبتي لوتر. اي بورتو رانا في بلاد وحده، شكون دار هاد الشيء؟ جي في با اكسبتي لوتر، شكون؟ لأن 22 فبراير كان الشعب يقول مدنية ماشي عسكرية، تسقط المافيا العسكرية. ما نوليش أنا غير التسعينات أون فا فوكاليزي سو لي زاني 90، لا لا، كاين 82، كاين 80، كاين 78، كاين خاوتنا اللي توارق اللي ما يهضروش عليهم. إيا في أون ريفولت 63 سي حسين عيد حمد الله يرحمه، كان يونيريفونت اون ميم طون في لي توارق، ما واحد ما يهضر عليهم. سي سا لالجيري اللي يحب الجزائر. الجزائر كاين 1200 كيلومتر دو كوت، نهضروا عليهم كاع، لو سود كاني نهضروا عليه، نهضروا بارتو، ليس التفريقه، لأن هو هذاك تاع الاخر مقهور. ما تنساوش اللي بعض يقول لك بعض جو بريسيز، بعض ما نقولش كاع الناس، بعض يلوموا خاوتنا تاع 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 الصحراء، يقول لك يروحوا غير هما اللي يروحوا فوطي. يا محمد ده شكون اللي قال لك بلي هما راحوا فوطي؟ شحال من سكن عسكريه موجوده في الصحراء في الجنوب الجزائري بوان بار، ما جيتش من الكلمه هذه. اذا ما تهدرش غير تفرغ، تجي تفلسف
ولا رجعت روحك ان فيلوزوف دو لا بوليتيك. يا اخي يا اخي، الوضع في الجزائر الان اللي يقول لك سياسي، سياسة تستعمل من اجل بناء وطن، السياسة تستعمل من اجل نظرة مستقبلية للوطن، ماشي السياسة اللي تفرقني. والحمد لله الشعب الجزائري مازال يقولها ومازال موحد، وكل كل يوم ما يخرجوا، كل يوم ما يخرجوا يكذب عليكم خاوتي، كل يوم ما يخرج الشعب. ما عندناش صدى برك، باسكو لي ميديا الى اخره، باسكو الانترنت في الجزائر ما نقصوا لها، كارثه. غير عندها 3 جور يبعثوا لي كاع الناس يقولوا لهم باللي وقت جيجي هذه، يقولوا لهم باللي اون سيكسكيوز بور لا كونيكسيون. هما تعرفوا هما يبعثوا لي المواطنين، سي بور سا ما تقولش. وتو كاين فكره، لان الفكره هذيك ما تموتش. المانيا خاوتي قلت لكم ما ناش نهضروا في الفراغ، ما ناش نهضروا في الفراغ خاوتي. المانيا ما تحدثش افون، تحدث بكلمه. المانيا شكون قالها؟ سي ان بويت او ميم طو سي ان فيلوزوف اكريفان الى اخره. فيشت كتب بريه كي كان نابليون قوه امبرور، اكتب بريه يسمها لتر انا ناسيون الموند، ما قاش لو بوبل، ناسيون الموند. كيس سافي دير لا ناسيون؟ كيس سافي دير لا ناسيون؟ لا ناسيون عندنا نفس التاريخ، عندنا نفس الهدف. ايشي تو راس الى اخره الى اخره. هذه هي الناسيون. احنا الامه، حبيت وقرات، حبيت ولا كرهت خاوتي. قال لك اون ناسيون كوم اون كوميونيتي هومان كي سو ريكوني دي تري كونفونون كولتورال او اثنيك او نو ديكال ال فو كونستيتيون اون اليت بوليتيك اونتيتي بوليتيك سوفران. اسكو الجزائر الان افون فتن قبل 62 ابري 62 سي فري، ما كناش موحدين. اللي جيت يتفلسف لان اي حاجه في الجزائر، سوناطراك سونال غاز بارتو، باسم وشو؟ لو ريجيوناليزم. مين جات هاد الفكره باش نقسمو؟ مين جات؟ أليس هذوك الأشخاص شكون اللي عنده غرض باللي تقسم وتهلك الجزائر؟ شكون اللي عنده غرض؟ أشكو هاد الناس اللي يهضروا في لي ريزو سوسيو ولا الناس اللي شايدين؟ أليس واحد منهم قال لهم يا حنا يا الناطو؟ هضرها لكم، يا حنا يا الناطو، يعني معناتها فو نوز اكسبتي ولا نجيب لكم الناطو. أليس واحد منهم لا وقال لك في الحبس الله أعلم تحكوت و... بالحمادي الله لا يرحمه، سرق اكبر سراق. اش هما كاع سراقين؟ باسكو لي زولوغارش في الجزائر، قلت لكم ونزيد نعاودها، اولوغارش شوفوا لي زولوغارش في لو موند، عندهم كاع افكار بالفكره ولا ملياردير، بالفكره ولا مليونير. اسكو انت يا مواطن جزائري العرب بون جينيرال، لا جو بريسيس، العرب والمشرق والاخر واحد فيهم ما جاب فكره، سي سا لا ديفيرونس. الاخ بالقاسم حبه، الاخ بالقاسم حبه مفكر جزائري، جاب افكار حبوا يستغلوه كما قالها واحد المعارض منهم، قال باللي حبوا يستغلوه يروح يتصور معاه. نشكر الاخ بالقاسم حبه المفكر الجزائري اللي ما مدلهمش باش يستغلوه، لان هو ما يديروا له والو، حتى حاجه، لانه مفكر.
ماريكان بايدن اون بيرسون إل فا، والله إل فا انترفين، يعني نحلف لكم يا خوتي غير إل فا انترفينير، باسكو مفكر، كاين مفكرين جزائريين، مخترعين جزائريين، باش يديبلاسي برك، هما يخافوا هذيك البلاد، يخافوا، اسمع ملي يا مواطن اسمع، يخاف. هذيك البلاد وين رايح استقبلاته وديت له لي موان الاخر، يخافوا انه يروح ما يوليش البلاد هذيك، اذا يسحقوه. اخ بلقاسم حبه الاخ مكلشي الى اخره، مازالهم يهضروا. الاخ مكلشي قال كان في الثوره 22 فيفري ابري تكات مو خرج راح للشعب يمشي مع الشعب. الاخ بلقاسم حبه كيف كيف لا ميم شوز، هو ما حبوا يستغلوه. شوفوا يعني السياسه تاعهم، اي بورتون هذاك اللي يستقبلوا نورمالمون يكون عنده نيفو، نقولوا اسيدي نيفو طالع، واش يهضر معاه؟ كل شيء يجي يجبد له، يجبد له زعما الوطنيه، يجبد له كل سيجي باسكو ان انفونتور ولا لازم تهضر له في الدومين تاعو باش يشوف لو نيفو الاخير، ماشي يهضر له التفهم. شكرك الوسام، الوسام الوسام اللي مدو هو بالذات التفون اللي جابو القايد خاين الله لا يرحمه. سي سا كو ايل فول يوتيليزي تو. هذيك بعض بعض ما نقولش كاع الناس باسكو كيما قال يافي يان ديكتون قال لك سو كي سافون نو ديزون ريان، سو كي نو ساف با با قطرو، دوك قطرو طرو طرو. اسكو حنا دوك رانا نكملو في المنهج، في المنهج تاع مدنية ماشي عسكرية، اسكو رانا نكملو في المنهج تاع خاوتنا المسجونين المعتقلين السياسيين من بينهم فتحي غراس، شتو خاوتي شتو؟ يعني هاد الاشخاص اللي حاكمين لي فوايو هادو يا ما عندهمش ايديولوجيا. للبعض اللي يقول لك هادو اللي حاكمين اسلاميين هاو داو هادوك، ما نهضرش على هادوك المرتزقه بن قلنا هادوك تاع واسمهم جرينا ما نهضرش عليهم، هادوك مرتزقه باينين هادوك، وهذاك تشفاو سيحي ولا سيحي اللي نسيب تاع رضا مالك الله لا يرحمه كيف كيف، يعني ما عندهمش لور، هما لور ايديولوجي سي لا ريزوكراسي، ليديولوجي تاع لي فوايو سي لا ريزوكراسي. كيفاش ايرانجيري معرفه، سونارغاز معرفه، سي سا ليديولوجي تاعهم سي لو ريزوكراسي. شوف التفون شلون جاب، جاب كاع ولاد عمو ولاد خالته تاع كاع تاع مشريه ونعامه كاع كاع، سي سا لو ريزوكراسي. داير في بالو ان هاد الاشخاص اللي يحميوه، وزاد داير في بالو اللي بعض يقول لك الجزائر الجديده يا محمد عامين يا خوتي ولا 3 سنين يا الناس يا رب العالي، او موا او موا ليدوكاسيون، راكم تشوفوا ليدوكاسيون واش يخرجوا، يخرجوا لك كيما يقولوا ان اكزيرسيس سور خونا الله لا الله يرحمه والله ان شاء الله من اهل الجنه خونا بن اسماعيل، سي غراف، لان المنهج تاعهم كان منهج المستضمر في 62، لان قبل 62 خاوتي بروف الابي بروف الابي، والان اشخاص هادوم ما يستعملوش الهضره تاعي باش يطاكي خاوتنا، فبا يوتيليزي لي بارول باش تطاكي خاوتنا. حنا الجزائر موحده، حبيت ولا كرهت جي اكسبتي تو لي ايديولوجي، ما عنديش ايديولوجي، اكسبتي تو لي ايديولوجي. قول لي حاجه كلمه قلتها عندها شحال 10 سنين، قلت لكم قول لي واش تجيب لي
بوان بار ماشي ليا، واش تجيب للجزائر؟ واش تجيب؟ اسكو تجيب لو سافوار فير؟ اسكو تجيب اون ايدي جديده؟ قول لي برك، ما تلعبليش بالاوتار تاع الايديولوجيات، لان سي افيك اون ايديولوجي حبيت ولا كرهت، سي افيك اون ايديولوجي كون كونستروي ان بي بوان بار، سواء إسلامية سواء شيوعية سواء لائكية سواء بهذه الإيديولوجية تبني البلاد بوان بار. أي برنامج سياسي، برنامج سياسي هي إيديولوجية، وأول إيديولوجية اللي عندنا حنا هو الشعب الجزائري. أنا ما نقولش الجزائر، لأن الجزائر هادوك الاشخاص اللي يستعملوا تحيا الجزائر هادو كي بروفيتيو من الجزائر، اي سا با كاسافي دو لو بوبل، لان احنا الجزائر اللي نشوفوها هي الجزائر. تحيا الجزائر نقولوها لكم، تحيا الجزائر بشعبها وليس بظلمها. انا هاد الجزائر اللي ظلمتني واللي ظلمت خاوتي ماشي بلادي، وتحيا الأمة الجزائرية، وتحيا الأمة وليس بظلامها. مهما يجي هذاك الإنسان شيوعي إسلامي لائكي ولا يظلم شعبه، هذاك ماشي يعني ما عنده لا دين لا ملة، لا دين لا ملة. حتى فرنسا يا عباد، يا عباد، انا مش في باكوزي، غير نقول له يا اخي كان حاجه دو لوتر كوتي لازم تعرف على دارونا لو برا دونور. واحد ما رجع لهم اي جو بريسيس، غير بعض الاشخاص المعارضين اللي ردوا لهذاك الديبوتي تاع فرنسا برا دونور، هذيك جو ماري واسمها هذيك كيف كيف، هذاك الاخر رخيص، اكبر رخيص، يقول لك جزائري اكبر رخيص، هو يقول يهدر يلسيت لو نون دو لالجيري في الخارج. اسمع اسمع اتعلم، ماشي جزائري مواطن بسيط، مالوروزمون سي المواطن البسيط هو اللي دافع الجزائر في الخارج. أين هما المؤسسات؟ راك تقولوها مؤسسات، وراهم كيس كيل فود لومباساد كي واحد ان ديبوتي ولا ان بريزيدون دو بارتي يهضر يسيت لو نو تاع الجزائر، كيس كيل فود؟ لأن هادوك ولادهم، لأن هذاك لومباساد ما يخممش على شعبه، يخمم على جيبه، يخمم على جيبه. شحال من خطره تذلهم فرنسا، تذلهم الشعب، ما يتذلش، تذلهم هما وساكتين كي الكلاب. اون ا فيو 1 نوفمبر هذيك لا فيديو لي صدموا فيها خاوتنا في ليون، ها زعما لا فام توجور يا دي شيان يقزبوا، هذوك ما نهضرش عليهم، دي شيان شفاو عليهم، قلتكم شفاو عليهم برك، باسكو هذاك ما يتبدلش العقليه تاعو، جام يتبدل، باسكو هذاك كي تجي انت تهضر الحقيقه يمشي معك، تهضر الحقيقه ولا تظلم يمشي معك، توجور يمشي معك، باسكو علاش؟ ليدوكاسيون تاعو جدودو هكذاك، اذا هذاك لازم نينيوري، يفو نينيوري، وكي يجي يسوا جوجي بوان بار. هذه هي الحقيقه، ولا حبيت نقول لكم الجزائر هذيك كيما قوموا دي 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 اللغه الرنانه حنا لا لا ماشي هكذا، فرنسا لا يوتيليزي تو كيما قلت لكم، يجاكيش با لان ما لقاتش الرجال، شكون اللي حاكمين الجزائر؟ ما لقاتش الرجال اللي حاكمين الجزائر، ما لقاتش. سي بو سات ريزون يدير واش تحب. 230 مينيست اكس مينيست اللي كانوا يقولوا حنا ضد فرنسا، حنا عايشين في فرنسا، حتى وزير المجاهدين تاعهم مات في فرنسا وعندو ريزيدونس في فرنسا،
سي سا هام 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 اهضروا على هادو، لان هادو اللي خانوا الشعب، خانوا الشعب ولادهم ما يكملوا هكذا، ما يكملوا فرنسا مام. يا ان ليفر، اش احنا اللي قلناها باش فرنسا يا ليفر، يعني لو ليفر هذا جي في با لو سيتي. علاش؟ باسكو هذا الليفر كاين بعض لي يوتيليزيم القوميه، يقول لك هذا مع الاخر الى اخره، جي في با سيتي. كاين في فرنسا في الجزائر في لي زاني، نهار دخلت ديريكت ابري يافي اون ميسيون دي ميسيونير كيما يقولوا، ايزون ديفيزي ان فيلاج في بشار في بلاد قبائل بلاد شاويه والاخرى، ديفيزي دي فيلاج جو بريسيز دي فامي. شوفوا البعد، النظره السياسيه، سي بور سا لالجيري الان البعد. Ils ont divisé des villages. واحد يسمو له فيلاج فلاني، وقادرين تكتبوا هاد الشيء في جوجل تلقاوه. كاين واحد الفيلاج يعيطوا له الفيلاج هذا دو اي دو با، يعني هادوك دو يعيشوا فيهم زعما هما اللي ولاو تخلاو على الثقافه الجزائريه والاخر، ولو با يعني تراديسيونال، يعيطوا له تراديسيونال، يعني لي شد في الثقافه تاعو هو تراديسيونال كيما حنا اكتويالمون، لي شد بالمواقف تاعو، مواقف تاع جدود. انا نقول لك هذاك ستان عنده ايدي تراديسيونال، حتى لي مارياج، حتى لي مارياج خوتي. سي بور سا قلنا لكم لهذوك الناس اللي كي يوتيليز لاين، لاين خوتي utilise la haine contre elle. Soit chaotna ou partout, partout. Elle est utilisée la haine contre. Ou est-ce que tu as dit 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 des preuves. Dans la révolution algérienne, نقول ونزيد نعاودها لكم ألف اللي حب حب اللي كرا كرا، ما عجبكش الحال خبط راسك للحيط. كاين الثورة الجزائرية، فرنسيين حاربوا، فرنسيين كومينيست حاربوا من أجل الثورة الجزائرية. إذن الفكرة، شتو الفكرة؟ حاربوا من أجل الثورة، ما شافش. Parce que la révolution, c'est une idée. La révolution n'a pas de nationalité et n'a pas d'idéologie. La révolution. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une révolution. C'est pour ça. Je vois la maqoula qui a dit Dan Hussein, Allah yirhamou. Qu'a la maqoula de Yasser Arafat, vous voyez ce qu'il a dit. Tu sais tout. تعرف كلش. سي بور سا ما نوليوش لهذا الشيء، حنا الموضوع لب، الموضوع لب، اللب ليسونسيال دو ديبا سي مدنيه ليس عسكريه، وتسقط المافيا العسكريه، هذا هو الديبا. ما تهربش من الديبا، تقول لي ايديولوجيات كما كانوا يديروها واحد كتاب يا محمد، كما هذوك جماعتنا خاوتنا في لا ريبوبليك، واحد يجيب لي ماشي غير في لا ريبوبليك، كاين في الطليان، كاين في الالمان، في برلين، كاين في كندا، كاين حتى في نيويورك، كاين في سويسرا، يهضر وكذا يا شغل هذيك. يعني انا شخصيه اولا، ثانيا عندي دي جيدي، عندي كيف نخرجوا. لا الموضوع مدنيه ليس عسكريه، تسقط المافيا العسكريه. كيف تروح هذا الشيء؟ كما قال واحد الاخ ونشكره منا، يا الاخ ابراهيم دواجي، الاخ ابراهيم دواجي والاخ محمد خيلوني ولا واسمو، لي داروا ان ديبا فريمون، سي سا لا كومينيكاسيون.
ان ديبا سور يعني كيفاه هاد الناس تروح سي فري سي لي ميديا هادي ايدي كيما مدلهم نهار بدات الثوره في 22 فيفري ثوره نقولها انا ما نقولش حيره ثوره 22 فيفري بدات جا واحد الاخ نساوه كاع هذاك الانسان سي دو بارتي او اس تي لورغانيزاسيون سوسياليست دي ترافايور موجود هذا الحزب الا في بجايه بزاف في بجايه وكاين عنده حتى ديزاديرو واحد المير من بلديه خراطه اسمع يا مواطن روح سمعوا له روح سمعوا له بدايه الثوره واش قال مدي زيدي كاين بعض ما يحبوش باسكو عنده دي زيدي يقول لك هذا ايديولوجيا هو قال لو سيونسيال ان هاد المافيا العسكريه تروح ما قالش كتا ولا تروح ومن بعد هادي افيك دي ساني هذيك المحاسبه والاخر ولو كان جيت انا من شخصيا اوني با دي بوليتيسيان وما هذا راي شخصي اوني ني دي بوليتيسيان ما عندنا لا نظره لا باسكو قلت لكم علاش فو با واحد يحوشك روحو هذيك سي بور سا الحق الجزائر لهذا الشيء في الثوره كيف الناس تخباو والاخر من بعد ولا حوشك روحو هذا المثل برك حوشك روحو وهذا حوحو كان ان ديبوتي في عهد فرنسا جزائري سي بور سا خرجت هذيك يقول حنا درنا حوحو يشكر روحو سي بور سا خرجت هذه الكلمه حنا ولات هكذا قلنا هذا الانسان هذا لو برومي اللي قال اول حاجه يفو اناليزي لي بارول دي جون ماشي غير الهضره برك اناليزي قبل قال اول حاجه لي مير هذوما هو اللي قالها 5 سنين يقول لك دا هو اللي تمار حطنا ديميسيون خرج على بالو بني ما يمدولوش لان علاش ما يمدلكش البروجي لان لي فوقو جابوه هما لي فوقو جابوه هما كيف يمدلك ليك وانت تو زامبار عندك ايديولوجيا واحده اخرى ما يخليكش لا مير دو تازمالت سي تون مير دو تازمالت اسمع مليح يا مواطن ميرا مرا خير من ألف رجال مرد تزملت روحوا سمعوها واش داروا لها العقود إيه لا. لكن خدمت هذيك المنطقة خدمتها فري لكن هاد المير تاع خراطة مدي زيدي واحد ما تبعو النهار قلنا لكم يا خاوتي بدا الثورة de toute commune, village, commune, qui met à bout de mot. Nous ne savons pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un garde, chercher, bâcher le haq ou pas? Nous ne savons pas. Tout le monde sait ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on a dit que le fédéralisme est dans le Jazair. Et nous avons dit que le fédéralisme est dans le Jazair. Cette mère a dit qu'il y a tout le monde. Ils mettent les choses là. لان الشر موجودين ماشي غير لاغيل الشر هما الحق هما الصح الشر يحطوا شخص تاع الشر تاعهم كل واحد يكونوا 60 يحطوا من بعد لو بوبل تاع الجهادي كاع يفوطي البوبل يديرها بلا هادو لي فوت الشر ريبريزونتي في الولايه يروح هذه هي واللي عنده مشروع يخرج بالمشروع تاعو سي سا لو كان عامين 3 سنين هادو درنا صرا شايده يا اكتويلمون شكون اللي شايدين اللي عندهم لي ميديا لي ريزو سوسيو الاخر لان القنوات اللي يقول لك قناه الشعب شعوب وقناه الشعب كاع مشريين لانهم عندهم ايديولوجيا حتى في التسعينات كانوا مشريين ما يجيش واحد يتفلسف حقائق سي بور سا نقولو حنايا يا خوتي لازم نبقاو في نفس المنهج
مدنية ليس عسكرية، وتسقط المافيا العسكرية، تسقط المافيا العسكرية، لأن هاد الأشخاص اللي داو خونا إبراهيم العلامي، اللي داو خونا محمد تجديد، اللي داو خونا رضا عمرود، من أول من حتى هاد الاشخاص ما همش يقولوا لك لازم، ما همش يقولوا لي لازم تشيعونا، لا لا، هو خرج من اجل علاش فكره ان هذا لي فوايو يروحوا، ان هاد لي فوايو يروح، هذه هي الفكره، لان الفكره عمرها ما تموت، جامي تموت، وتغرست في الاجيال اللي جايه، تغرست. حنا هاد الاشخاص يا اوتر شوز، فهاد الاشخاص هادوما البلدان واحد اخرين عندهم دي فيزيون، واحد يجيب لك تكنولوجيا، واحد يدي كيما كيما لو فيتنام، كيما لو فيتنام، كيما كيما يقولوا لا ماليزي، الاندونيزي، الى اخره، عندهم كل بلاد عندها لا ماليزي، الاندونيزي، الشيء الالكترونيك، هذوك لي كيما يقولوا لي بتيت بياس تاع لي ميكرو، لي تيليفزيون، الاخر يجيبهم كاع من تم، لا تايلاند، الى اخره. شوفوا الفكره، اش كنت داروا القاعده؟ ما كانش حاجه، ما داروها الناس. الناس يا خاوتي وين لحقت؟ المخ يحبس، يحبس الناس، يتخمم، تخمم للبعيد، للبعيد، بعيد البعيد، يفا تو كونترولي سور مام لي كيما يقولوا دخلوا فيها اعظم شركات عالميه، اعظم شركات بور كونترولي ليتر هيومان، ماشي في الفرع. اسكو هاد الناس لو كان عندنا هكذا ولا نقولوا معليش اسيدي يا محمد نفرحوا، ما كاش، ما كاش. هو يكونترولي وشنو؟ الانترنت باش ما تهدرش عليه، يكونترولي المطارات باش ما يدخلش المعارض، لكن الزطله والكوكايين يا اخي، قال لك راهم في الحبس، اللي يجيب اكبر كوكايين مانيش ندافع عليها، هذاك الله لا يردو ان شاء الله، وما يجيش واحد، واحد قال لك مرتو بالجلباب، يعني يلعب بالعواطف، ف يا ودي الجباب ولا سيفيليزي ولا ما تلعبش بالهادو كاع، سراق معناتها سراق، ما عندوش انوترمو، ما عندوش انوترمو، هذاك البوشي والاخر اللي هضروا عليه قال لكم مرتو بالجلباب ويعاون فقراء، يعاون فقراء بدرهم تاع سرقه، ما فهمتش انا، يعني يدير ليماج تاعو بلي مليح، بلي مدين، هذيك العقليه تاعنا تاع الجزائر، يعني ني نشوفوه قاميس هذا مدينة ما شاء الله، يهضر لك بلا عقل، انت تامنو هو خدايمو، الشيطان ما يخدمهمش، الشيطان، الشيطان، لان الشيطان تقول له بسم الله الرحمن الرحيم يبعد عليك، عاودوا بلا يهرب، يا بنادم هو شيطان، هادو هما الشياطين، الشيطان ما يديرهمش، اكبر من الشياطين. واحد يجيب لك لان الايديولوجيا، يقول لك على بالو بلي الشعب الجزائري 85% مش اليمين وقتها ولا 95%، يقول لك يمنوه، يلعب لك بالعاطفه الدينيه، يا ودي ما تلعبليش الاخرى، تلعبش، ما تلعبش بالدين، تلعبش بالدين، وفتحي غير راس راهو في الحبس، الاخ فتحي غير راس راهو في الحبس، الاخ فتحي غير راس الام دي سي حزب شيوعي راهو في الحبس، والاقمصه مازالهم يدوروا، مازال يقول قناه الشعب المغاربيه والاخر، ما تهضرش، اسكت، اسكت، ما تلعبش بالعواطف، ما تلعبليش بالعواطف، لان احنا جزائريين ما نشوفوش الايديولوجيا، انا مهما الانسان هذا مهما يكون، جيب لي مشروع سياسي نقولها ونجي نعاود، جيب لي مشروع سياسي، ما تبلعطنيش باسم القوميه، سواء الامازيغيه، سواء العربيه، سواء الدين، سواء يا ما تلعبليش بالعواطف هذه، شكوني ما بيرسون، كل واحد يعرف نفسه. وحنا قلنا لكم من نهار بدينا لي فيديو عندها 11 سنه اكتويلمون،
قلنا لكم حنا ما نسحقوش. اوتون جو بونس انسي، جو بونس انسي. يا دي جون كي بونس كوم موا، كاين ناس يخمو كيما انا مهما يكون الانسان هذاك. يعني يعني كان يشوفني واحد انسان واحد برك، واحد واحد عنده نظره كيما حنا، يعني راني قلت له عجبته، بالك قلت له الحقيقه، بالك هذه هي الجزائر اللي نشوفوها، ماشي الجزائر تاع التفريقه تاع هذاك ما نقبلوش. لا لا، اللي راجل راجل، اللي عنده مواقف مواقف، لان في المواقف يبانوا الرجال. هاي راحت هم غموهم في الجزائر والاخر. شوفوا دوك، شوفوا الان اللي كملوا، مازال يكملوا في في في, في ليدي في الفكره، مازال اللي تشراو جو بريسيس تشراو. واحد يمدوا له العظم، العظم في الكونسيولا يسكت، العظم جو بري ماشي اللحم، العظم يسكت. هذا غير كونسيولا، ماشي قال اوكي. الناس مدوا لهم ملاير من طرف لي فوايون بيرسون، ما بدلوش، بقى بالمواقف تاعهم هم الرجال. ومن بعد غدوه من داك يولي الشعب الاخر، تشوفوا مادو اللي كانوا بالعض ما يتشراو، يوليو هما لي يقولوا كداو وحنا وراهم المواقف. حتى امنيستي انترناسيونال يهضر عليها البارح واحد الاخ، سي فري. رحت اليوم ندخل نشوف لامنيستي انترناسيونال في الجزائر، ما هضروش على المعتقلين السياسيين، يهضر لي على سمير بالعربي، يهضروا على زوج ثلاثه الاخرين، ما هضروش عليهم، ما هضروش على محمد التجديد، ما هضروش على الاخ مراد رضا عمرود الحقوقي. حقوقي عباكمش من الحقوقي، يعني يروح بارتو. هذا الاخ رضا عمرود فريمون خاوتي، فريمون راح بارتو، كان يدير دي مانيفيستاسيون في غليزان، في المحكمه تاع غليزان، وكانوا الناس ما يهضروش، وتهموه الانسان هذا، حتى في حومته تهموه، في حومته بالذات. بس شوفوا هاد الاشخاص يتشراو، ما عندهمش مواقف كيما قلت لكم. Ils ont pas de principe, ils ont pas une vision. هذه هي الجزائر تاع اليوم اللي داروها لكم. الجزائر كيما هذه ما نسحقهاش. الجزائر اللي تظلمني، تظلمني وتخرج خاوتنا وتقتلهم والاخر، ليس جزائر. نقولها ونزيد نعاود، ليس جزائر. الجزائر هي جزائر العدالة كيما خرجنا الاستعمار. خرجناها بالشعب الجزائري، خرجناها بالإيديولوجية، خرجناها بالاختلاف الأجناس، بالاختلاف الأديان، خرجنا المستثمر، لأنها فكرة، فكرة التحرير. هادو ما جاو اليوم حبوا يفرقونا بهدية. جبت لك الإيديولوجية، هاد واحد يجبد لك كدا، واحد يبقى مفيكسي في التسعينات، ما يهدرش على 78 والصرف قسنطينة والصرف سطيف، لأن واحد يهدر لي على 80 غير 80. يا محمد دا أسره كارثة في الجزائر، كيما تقاس هذا يتقيس هذا، لأن سيتون شان سيتون ناسيون. هما على بالهم، على بالهم هما، كي تقيس جهة تقيس كاع الجزائر، على بالهم. سي بور سا نقول لكم خاوتنا، الاخ ابراهيم دواجي من هذا المنبر، وعلى بالي راك تسمع من هذا المنبر خويا، رانا معاك، رانا معاك، رانا معاك، لان شفنا الافكار تاعك. عندنا شحال من نتبعوك، افكار وطنيه، افكار، لان الافكار تاعك هي توحيد الجزائر، توحيد الانسان. تشوفوه كي يهضر، مانيش ندافع عليه. الاخ ابراهيم دواجي معروف، والاخر كيما يقولوا يهضر باسمه، ما يهضرش باسم كاش واحد، يهضر باسمه. هذه هي الجزائر، وكاين الوف المؤلفه، الوف. جاب واحد الاخ المحامي رؤوف ارسلان،
والله يا خاوتي ما كنتش نعرفه كاع كومبلي، كي شفتو الفيديو تاعو، الفيديو تاعو مع الاخ ابراهيم دواجي والخوا هادو كاع هضر، اسي بور سا راهو في الحبس خاوتي. علاش لي زوتر افوكا ما يروحوش غير رؤوف ارسنال؟ لان رؤوف ارسنال حبي الفكره، لان رؤوف ارسنال يحب الشعب، لان رؤوف ارسنال اللي عنده افكار حقيقه، سي بور سا راح، لانه خاطر عليهم ماشي الاخرين اللي خاطر. هذه هي الحقيقه. ونقول حاجه كيما قالها دا الحسين مقبل ومن بعد كمل عليها كريم طابو، اللي قال ليس بالسجون تدي شرعيه، والفهم يفهم كيما هذاك بالعربي هاللي كان هذا بالذات من بكري قلنا لكم، هذا كان مع خو لقيت صالح اللي كان يدير يهدر في عنابه وحنا نديرو الى اخره. شتو نتوما واحد الحق لو بوفوار ما يعاونش خوه؟ كاينين يعني امثال محمد بوضياف الله يرحمه، والامثال نقولوها هو ريبو مدين فاميتو كانوا فقراء حقيقه، هذه حقيقه، هذيك الديكتاتوريه والاخر خلينا منها، راني نهضر لك على شخص على الافا ما دارش هذا الشيء، حقيقه هذه لازم واحد يقولها. لكن هاد الاشخاص كاع سي بور سا نقول الجزائر خاوتي، الجزائر هي نظره، الجزائر هي فكره، لان هما لي فوايو حبوا ان يمحيوا الناسيون ارجيان الامه الجزائريه، مدى بيهم شوفوا غير كي الكلاب، كي الكلاب هذاك بالخادم يا اخي، شتو اللحيه تاع تنوفيق، اللي كان يدافع في التسعينات وزعمة قال لك كذا، وهو كاع تنوفيق، شتو كيف لافوتو هذه، كي الكلب في الخارج، كلب خير منه، والمواطن الجزائري عايش في الخارج خير منه ألف خطرة، وخير منه وخير من رئيسهم بالذات اللي حطوه. وكاين جزائري خير من علاش؟ باسكو يعرقو يخدم، ينوض بكري. علاه الجزائري في بلادو ما يخدمش؟ لأن ما يديش حقه، لكن في الخارج يستعرفوا به العالم، سي و سي فري. ورابعا نهضر على كما قلت، كمواطن جزائري عندي الحق نمد رأي على بلادي، لكن واحد ليس جزائري ما يجيش يتفلسف، ما تهمني حتى بلاد، قلتها ونزيد نعاود لكم نفكروكم، ما تهمني حتى بلاد، سواء يكون شيوعي إسلامي ولا، ما تهمني حتى بلاد، أنا يهمني المواطن الجزائري، الجزائر، وكي يقول الجزائر هو الشعب، وما يجيش واحد نقول ونزيد نفكر خاوتي يكتب لي ولا يبعث لي هذيك تاع لوخر زعما شوف واش قال فلان ولا لا لا، كاين حقائق يوم ما تقدرش تفالسيفي ليستوار، تي بو با. نو سوم اون ناسيون اون ريستيرا اون ناسيون، اون ايتي دي بويسونس مونديال اون ريستيرا دي بويسونس، لان كما قال احد الفلاسفه دي 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 سي تا ميدسان اللي خرج لا اون تيوري على لي جان، لي جان هو فيلسوف شكرو سي تا ميدسان سويس ولا في لي زاني 40 ولا خرج، قال لك بلي الانسان هذاك اللي هو عايش الان اكتيالمون عنده دي جان تاع جدو كيف كان عايش يخرج هايدا. احنا علاه الجزائريين بعض المنافقين، بعض البلدان المنافقين جو بريسيس هما يلعبوها لك زعما في الخارج تعرفوا حنان، وزعما الجزائريين يهضروا عليهم بروتال، يقول لك عندهم لاغريسيفيتي الى اخره، وي لان الجزائري يشوف الظلم ما يسكتش كما كانوا جدودهم ما يسكتش، لان الجزائر هي اول الجزائريين جبري ليس الجزائر، الجزائريين اول اللي دافع الحقوق على القضايا التحرريه حبيت ولا غيره،
لكن اكتيالمون ما نهضروش على بلدان، نعاونوا بلدان وبلادك راهي حاشاكم وحاشا قدركم، راهي تحت الصفر، تحت الصفر. يعاونوا بلدان، وهذوك البلدان والله العظيم انا يعني نحلف بثلاث، غير لو كان يديو الاستقلال ولا غير يوليو يسبو فيك، انا يعني نحلف لكم والله العظيم. في 63 ديجا صرات لنا 64، هذيك الحرب يسبو فينا، يسبو في جدودنا، صرات لهم قضيه على ديال البالون يسبونا، من بعد يقول لك يحرقوا درابو، يعفسوا درابو، ويقول لك لا لا احنا ما قصدنا الشعب، قصدنا النظام. يا محمد درابو يمثل الشعب، ما يمثلش الشخص. شعب الجزائر ما دارهاش، لا شغل احنا عندنا نيف، كيما يدير ندير، عفس نعفس، حرق نحرق. علاش هادي زعما ولا يجي؟ شوفوا غير في السبور مثلكم حاجه برك صغيره، زعما يجي نروحوا البلدان هادوما يضربوك وسبك والاخر، هو كيجي عندك تستقبله بالاخر. علاش زعما؟ باسم الاخويه، باسم كيما واحد جورناليست خبيث مات، الله لا يرحمه ان شاء الله، الله لا يرحمه، شتان جورناليست سبورتيف هذاك معروف، هذاك الخبيث القومية والاخر، لافير اللي صارت حتى باللومي انترديد دو، روحوا شوفوا هذاك المعلق واش كان يهضر، شوفوا يعني هاد الاشخاص بسم الله الحسد على الجزائر، لان جدود حركة ليس الجزائري الاصل، ان الجزائري الاصل يشوف الحق، يشوف الظلم، ما يمشيش مع الظلم، هذاك هو الجزائري الاصل، هذاك هو الجزائري. اما اخوتي يرحم والديكم، الان الجزائر، الجزائر من هو المشكل في الجزائر؟ من هو، شكون هو المشكل في الجزائر؟ اسكو الشعب اما لا ولا الشعب؟ حلوا لي زايروبور، حلوا لي بور، خلي الشعب يهرب وبقاو نتوما في الجزائر، هاي ليكم الجزائر اسكو، قولوها قولوها كيما راكم تبيعوا فيها، تبيعوا فيها لو سول بي في العالم. اسمع يا مواطن، لو سول بي في العالم اللي يقول لك فليكسي، لو سول بي في العالم رواندا، سوريا لا في الحرب، سوريا وليبيا ما عندهمش فليكسي يا مواطن، سوريا وليبيا دراهمهم اغلى من الدينار الجزائري يا مواطن، حل راسك شويه، افهم شويه، باسكو شراوك انت، ما راكش تهضر، ما راكش تشوف في الحقيقه، لان ما خرجتش، ما شفت البلدان، ما هاجرش، ما عاشرش، كما قلت لخاوتي يا الناس، كما قلنا ونزيدو نعاودوها، كما بعض قلت لهم على الايديولوجيه، هو عايش في منطقه، في منطقه بار اكزومبل قال عايش غير في فرنسا، ما شافش البلدان واحد اخرين، يجيب لك هذيك الايديولوجيه تاع فرنسا. شوفوا غير حاجه، مد حاجه واحد اخرى، كومينيزم نهار بدا، واش قال فيدال كاسترو، واش هضر، واش سمو ماو تسي تونغ، ماو تسي تونغ قال لهم اون فو ابليكي الكومينيزم شينوا، حتى الايديو هذا غير فكره، حتى نتايا الاسلامي هذا اي فا ابليكي الاسلام دو سان دو سون بي، ماشي الاسلام واحد اخر، ولا يروح تخصو حاجه يروح عند كيما هذاك السوديسي اللي يبكي زعما والاخر، دوك يردوها ردوها، دوك ردوها شغل قرب يلحق نبي، ونشكر هذاك الاخ الجزائري اللي خرجوا من المسجد تاع جنيف اللي بهدلوا، الاخ خونا صالح يبهدلوا هم الناس، كاين الناس بزاف ما يعرفوش صالح يخلف، الناس ما يعرفوش، اول اللي يمشي واول اللي قال ان بوتسريقه كان في المستشفى، اول هو اللي كشفه،
مابقاش واحد اخر ما يجيش يتفلسف عليكم خاوتي. اول هذا واحد ما يعرفه اخونا، واحد ما يعرفه. علاش؟ لان هو عنده فكره، هو ماهوش كيما يقولوا يكافح ضد الايديولوجيه، هو يكافح من اجل الشعب، لانه هو الفكره تاعو هو الشعب الجزائري ماشي واحد اخر. وكاين الوف، كاين الوف، واللي كيما قال كيما قلت لكم اللي ما يعرفش يبدا يهضر لك وتشوفوه التفاهه، التفاهه عنده الوف المؤلفه لي زابوني الاخر. ونقول خاوتي اللي راهم يكشفوا في الدوسيات، نقول لخاوتي اللي راهم يكشفوا في الدوسيات ياو كملوا خاوتي، كمل اكشف اكشف. كاش ما خلاولك انت يقول لك زعما راك تمد دي زانفورماسيون سور ياو دي تمسخر بينا. ما تمسخرش يا محمد، ما تمسخروش بينا. جوجل جوجل برك يشوف لك كلش، جوجل جوجل. وكما قلت وهذه ألف خطرة، كمواطن جزائري ما نسمح لأي أجنبي، أي أجنبي سواء اللي يقول لك الشقيق والباقيق يهضر على الجزائر مهما يكون، كما هذاك الخبيث الجورناليست التونسي الفايح اللي كتب في أحد الجرائد، في أحد الجرائد جو بريسيس تونسي فايح ليهضر على الحراك على الثورة الجزائرية، كتبها في أحد الجرائد السويسرية. وروحوا قراو عليه وكتبوا غير كدايا ويجيكم. ما نسمح لأي إنسان كمواطن جزائري، وقلنا ونزيدو نعاودو، حنا ما نحبوش الشهرة كيما بعض. واحد يقول لك انا قاري في لا سوربون، واحد يقول يا ودي ماشي قرايه محمد، ماشي قرايه. نهار بداو الناس الناس ماشي قرايه برك، لان بالقرايه تقدر تمانيبيلي الناس. يا سي فري، ما تجيش غير تفلسف وتهدر عارف شويه واش تهدر، وما نسحقش كيما قلت ونزيد نعاود. واحد يبعث زعما بريفي سب على روحك صافي، نيشوني فروا باسكو قصتك. هذا ما نقول خاوتي، ونقول مدنية ماشي عسكرية تسقط المافيا العسكرية. وتحيا الشعب الجزائري، وتحيا الجزائر بشعبها وليس بظلمها، وتحيا الجزائر بأمتها وليس بظلامها. Les Algériens, ils ont le courage de critiquer les voyous, mais Bouldan ou Hadoukhrin, ils disent ils chauffent les vidéos algériens où ils ont le même temps 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 où ils ont le Ya akhi, anta ka ajnabi, bach tahdar al jazair, lazim tatawadda. Rouhi fti wik nas. Lazim tatawadda. جي بريسيس تتوضا وتشلل فمك ثلاث خطرات باش تهدر على الجزائر. ونقول لكم السلام عليكم يا على بروشين ان شاء الله، وتحيه الشعب الجزائري، وتحيه الشعب الجزائري، وتحيه ثوره 22 فيفري، والسلام عليكم.